إسالنس ثمازيغ تزول فلون أنصفي سونا نفذوس وحريش تزمار ثيمي يملال يظلي وغليفا تزمار ثلاكو ذي مثلا تسقامو تستغنى وثني مجايني مزدا هو كان الدفن في فراثي لا نقو حريشاكي وصوضان هذا مسفها من غفو سنقصن الوقت يعني لقديش ما ثوق خامن التوجيا غفايل ذيال الصنف كان ذا غني مسفها من غفو سنقصن وسقاسن العسكر كان ذي توكس لقديش ما ثو أكن ذا غني يقبل وغليفا تزمار ثي وكان دهكين ثي مزيزلت ملموذ التوجيا على حساب نوهي أمين وثوم سفها من داغن غفت بذريم ثلاثي صحني مجينجي وتيلي غير 20 أو 60 ألف ند دينار على حساب مخن الخدمة ونشتا ذاين يعني نيال الصنف القديش مزجاين إمزدا أجراون جلوبال جروب نوسر كيف نت كورياس الصنف كيا ذي الجزائري الدم القرار وسنقص اللي سوامت كورياس سواتا سنشتام بعد ميد سفايدين سعيون صغور صندوق غناو القديش إجلان تفزارت مشا سنقص ناس دغار وزن 19 ذي المية على حساب نيسالان دي بضون ثي لزارين النهار فغف لوزيناجي يدم القرار انه في دون الفيانت كورياس ان بيكان طوثي ما ينوثين 139 مليون نص سنتيم وكان ذي في ذول قديش ذو ظلاف استمانيا قوقورا جيذيين لعن بعد مثلها سوماس 189 مليون نص سنتيم أسامن زون توغالين المنداد غار غارفازن غار والموذ غاري غارفازن وفاني المذن نو غارفازن تدارث أي تنصار ذي ثغيوان تندرع القايد يميث تشور ذا خالد ومان ذا غن ذا يني ثي إقع قران إن المذن قيد ولي ثورك تنرف حصيش ألوض ذي حملين وماني قامرا نتيز قوية كذ ومراحو غرفاز القريان الصنف مزورو ذي تدارث أي تنصار ذي ثغيوان تندرع القايد ذي فقايث يعكور ثغليني نلمذن إمي اللذو عطل ذي قسز ذي سوكسا ولوض دنلا راذي تسعاد إن لم تتدخل البلدية لإزالة هذه فلا يمكن ولا نتمكن من استقبال تلاميذ في هذه الأوحال المياه لأن الحجرات الدراسية مملوءة بالأوحال والمياه وكذا المطعم المدرسي وكذا الساحة أيضا المستحيل نشيع الدريانة أذقران يعني الوسط وهاج المحيط وها المشكلة يقول لن يتسد كل سقواس السيف ضم قران يتسد في العرض الماذا 25 متر اذا شنو نتمنى نطلب زكسن السيكوريزين المدرسه يا المرد دوث لهواس الجهر يحمل وسيفة سنرنين ذيني دي تخليفن الخوف مقرن ويدي قصدغن غافريف وسيف لكن إلا الحالة في كلتا يعدن دراري ما يقراو احنا ما نقدرون نجيو مثلا نقطع روحو الخدمة تاعنا ولا مثلا يكون المريض وما يعقبش اي حاجه وكاين الناس اللي دخلوا لهم منا السبه نتاع القنطره هذه دخلهم الماء للدار المقبره يعني الجبانه كيما نقولوا حنا راهي معمره بالماء والموتى راهم بالك كاينين اللي داهم الماء كل عام نعانيو ماهوش غير العام هذا كامل يعني مبقعه للروى الدردره الويدان الكل يفرغوا في ولاد نصر لازم الحل في اقرب وقت ممكن الزيادة ذي القدر ومن يدي تسوي وسفام كل مرة تصوب الهواء معلوم يتسوي ذكال ويتسم ذلك قداسي قدس واخذ من ذي تقنطر أن نشتي تسجد ثيك والخسارة ذي شي يمذن ويتسقضى عن حراك يمذن ثو دار ثميني يدقس وسن لك سنتلا نيران ذي الولايان سيدي بالعباس هكان دي مجاين غافو غيرا ونسن لبروفيسور يتوخصن ذي الهلاكة بونزارن اكو ذو مزوغ ذي تاغوش تنفقايث لكو ذي مجاين وخا من توجي عبد القدر حسني اكو دحماني سليمان وسفايدين دي قوردان سوداوي الهلاكة نسن ادن وليك صورنا عبد الكريم عاشور سي با لا بروميير فوا ماشي اول مره انا نديروها بديناها مع البروفيسور جلال عياد اللي à qui je veux adresser un grand merci et un grand témoignage de reconnaissance donc, à travers cette communication. Là, actuellement, donc, je suis assisté مع بروفيسور بوجناح اللي جانا مستشفى الجامعي تاع بجايا ما يخفاكمش اليوم كان عندنا ليست داتون تاع 67 مالاد واليوم رانا ان شاء الله بدينا بور 5 مالاد اللي غادي نديرو اليوم 5 مرضى اللي وعلى كل حال رانا درنا كاع الاجراءات خدنا كاع الاجراءات اللي نقدر نديروها سواء ماديه ومعنويه انطلاقا من اليوم اعاده بعث برنامج رفع القاعات السمعيه اللي كان حبس منذ سنه 2013
دونك هذه العمليات اليوم وغدوه يشملوا 5 أطفال اللي سنهم دون 4 سنوات. وكذا ندي عقال يتسكين ذوك سلمذ أصن فار ويسع شراغ الفيداني مضبران نسرافس أسل لك ذويد نسرافس لمن ذي جدرميين لك ذي سرافس نتليسا ذي الزير ذي الولايين قال ما غيلان غف يسوي وصي ذو المذ غف المضاران يسفران الكيماويين لك ذي المضاران ونوين أن يظن قلاقا ومين ناند وكان يلاق أكوان قحري شقيس وذم يلهن هشام قسمي بويادن شتا. في هذه السنوات الماضية عدة حوادث متعلقة بالمواد الكيميائية أو الإشعاعية، لهذا يعني ارتأت المديرية العامة للحماية المدنية إلى تنظيم عدة دورات متعلقة بهذا المجال، يعني المجال الكيميائي الإشعاعي النووي والبيولوجي، لتنظيم دورة تكوينية لفائدة إطارات الولاية وكذلك المصالح والشركاء من الأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك ومندوبية الأمن للاستفادة من هذا التكوين. تم التركيز هنا على بعض الولايات، منها ولاية قالما كونها ولاية مجاورة لولايات حدودية اللي ممكن راح يشكل خطر تاع النوعية هذه من هذا النوع من الأخطاء. أرتي هذا في الديث دون أرث.